واو 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 حبيبي ورا الدين حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا حناس حبايبنا. مثل ما انتم شايفين وراي، مو وراي بالغرفه، وراي باللعبه يعني. حبايبنا مثل ما انتم شايفين شباب، نزلت حاضنه ال 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 ان 94 ولا 94 ولا حبيبي والله. المهم شباب 94 يمكن اخلص 94 حبيبي والله. ركزوا معنا حبايبنا الكرام، مثل ما انتم شايفين اساطير عندنا هون الحاضنه هي، اسمها الأسلحة الفائقة. يعني معلم الوضع لوز. سو حبيبي الكرام، قولوا لنا شد ما اقتنعت الصلاة على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام يا احلى ناس. قالوا نعمل اي شيء يا شباب، الله يخليكم شباب، لايكاتكم يعني شباب. جبنا لكم تسريبات اسطورية معلم، يعني بليز اوكي، لا تبخلوا علينا حبايبنا، الله يسعدكم يا رب. سو خلينا نشوف الحاضر يا شباب. اول شيء عندنا هون الاولى اللي هي الاسم ال والله اسمها عنا هنا عبايلي، عنا الاولى اللي هي اسمها الصاعقة الاحمر. طبعا هنا شباب مثل ما انتم شايفين شباب عنا هنا اثنين من الضرر تمام، واحد معدل اطلاق النار يعني، ولكن الذخيرة عادي ما بهم شباب ما بهم. بس ولكن شباب الثانية اللي سألوا عجبتني كمان نفس الشيء، اللي هي البنفسجية ساعات شو اسمه؟ الأرجواني ولا حبيبي والله. اوكي ركز معي. معدل اطلاق النار 2 تمام؟ شي باللوز. سرعة التحميل هي عادية يعني، ما مو كثير مهم، حط الشارجر هذا الأصفر يعني وبمشي وضع باللوز اللوز. عندنا هون شباب واحد بالدقة يعني نايس برو. اوكي وبالنسبه اللي بعدها شباب اللي هي اللون الازرق هي، والله صراحه يعني شباب شكلهم او ماي جاد، تسونامي بولت الصاعقه الازرق كمان. عندنا هون شباب واحد بالدقه واثنين باختراق الدروع، يعني ما بيض صراحه يعني ما كثير عجبتني، حتى يعني بخفف لك بسرعه يعني ما في شيء نستفاد منه. اوكي عندنا الخضره شباب، عندنا الخضره شباب فيها المدى، الخضره شباب هون عندنا فيها المدى 2 حبايبنا، نفس الشيء سرعة العادة مثل اللي فوق الأول وحدة تمام، فيها اختراق الدروع ناقص لا زائد واحد يعني باختراق الدروع. أوكي يا أساطير، سو حبيبي والله الآن صار وقت الجد يا أساطير. عندنا هون فوق 3000 جوهرة تقريبا حبايبنا، لا 2500 جوهرة، 2652 حبيبي والله. لنشوف شباب حظنا في الحاضنة هي حبيبي والله. فرجولي على الشكل حبايبنا، فرجولي على الشكل التمانو 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 التمانو، اتفرج معنا. خليني أجي لهون يا باي. اوكي شباب اول خمس لفات لنشوف الوضع، ليتس جو. بسم الله شيء يطلع لنا شيء، حجر حجر وقناع، ما في حجر وقناع. اول حجر باللوز طبعا شباب يلزمنا حجر، اوبا ثاني حجر تمام، صارنا ثلاث احجار شباب يلزمنا. هي الاولى بدها ثلاث سبع احجار وثلاث اقنعه، يلا بسم الله نشوف نجرب. اولي واول قناع، يا سلام عليك معلم. يلا نكمل اللف الثاني شباب، يتجاب املنا اول قناع نشوف بيض يا زلمه، بعطونا بجات هون وما تعم يعطونا هون كمان. لا بليز برو، شو الحظ البيت يا زلمه؟ حجر حجر يا اخي، والله هي سرعه سرعه، هي سرعه يا زلمه، هي اللعبه هون معلم سرعه، هي اللي بيطلع مال الحظ البيض. اوكي يا ستي شباب شحنا 1300 جوله لنشوف حظنا معلم بالباقيه، نشوف شو يطلع لنا. هي حجر باللوز، يلا شباب على الاقل نجرب وحده من وحده منهم حبايبنا. يلا ايه البيض ده يا زلمه، شو هاد؟ يلا شاي يطلع لنا شيء قناع، ما في قناع ما في قناع، اقسم بالله شباب خلينا نخدي وطي صوت هاي اللعبه شباب، لانه الصراحه عم بيصير ازعاج لما تطلع هاي هون على هون، نخفف شوي الصوت مؤثرات. اوكي بلوس، يلا خلينا نضرب عليه لفه لفه نشوف. الله يا زلمه ولو شيء حجر شيء قناع، بيض يا زلمه بيض 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 بيض. اوكي شباب هون عندنا كم بقى؟ عندنا هون عندنا خمس جواهر وواحد من القناع تمام، لسه باقينا تقريبا كمان شوي خلينا نشحن جواهر. او ماي جاد شباب صار كم صار؟ صار معنا 2000 من شوي، 2700 خلص 5000، وصلنا تقريبا على تقريبا شباب داخلين على 7000 جواره. او ماي جاد او ماي جاد هريسه، روح خلينا نشوف معلم يا اخي. يلا شي حجر لو شي حجر ربك شي حجر وقناع، ايوه حجر تمام. يلا باقينا حجر واحد، لا باقي حجر واحد وقناعين يا زلمه، ابلع يا اخي شو قولي كفو القناع. اوكي هات ندخل نشوف كم باقينا هون معلم، هون يعني والله شيء ما بفهم الشباب هالشيء يعني
يا اخي والله سرعتنا هي اقسم بالله هي الدويره هي صراحه مزعجه. نجي لهون نجي لهون معلم. اوكي يعني في ثلاث اقنعة برا الحاضر معلم، يعني ليش هيك ما بيعطونا شي قناع؟ لا والله باليون، يلا روح ان شاء الله يطلع لنا شي قناع. كفو، وهي احلى قناع شباب. نار 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 وشرار يا ستير شباب. حجر واحد، ما طلعنا الحجر الاخير يا سلامي، ما طلعنا الحجر الاخير حبايبنا، باقينا واحد حجر يا ليدي زنجلت من الله يجي زنجلت. اوكي شباب شحنا 2225 شباب، خلينا نشوف الوضع معلم ان شاء الله يطلع لنا شي حجر. قناع قناع يا زلمه، بدنا حجر بربكم بليس. كفو، هي احلى حجر ليدي زنجلت من كفو بلوس بلوس بلوس. اوكي يا ستير شباب، هون عندنا ثلاث اربع اقنعه تمام. اوكي باقي عندنا 1500 شباب، خلينا 1700 خلينا نجرب شيء بيطلع لنا يمكن اشياء حجار نضرب. ابلع كمان قناع كمان قناع، يلا اضرب معلم ابلع. هي حجر بلوز كمان قناع، يلا يعني بلشوا يطلعوا لنا الاقنعات شباب يعني بدون بدون توقف. اوكي شباب خلينا نجيب هذا الاول شاب. طبعا شاب هذا فيه اثنين معدل اطلاق تمام وفيه الدقه. اوكي الثاني هذا بالسرعه اللي شباب لازم نجيب نجرب اغلى واحد، لانه هذا اغلى واحد شاب ركزوا على الوضع تمام حبيبي. والله فيه اثنين متضرر شاب وواحد معدل اطلاق، يعني شباب شيء ضرر راح يكون نار نار حبيبنا. اول ما ينزل اول ما ينزل حاضر شباب سيرفر مينا عنا بالسيرفر. اوكي راح نجرب نجرب نحاول نجرب اكثر واحد من هون اكثر واحد شباب، لهيك راح نجرب الان اغلى واحد لانه اغلى واحد شباب باين عليه يعني انه التوب. هذا شاب فيه بس سرعه بس ولكن ما فيه ضرر تمام، هذا اكيد حبيبي والله. هات نجربه معلم التمانو، تعال يا جميل كيف. اوكي الان نقدر نزود نعمل تزويد معلم تمام، ونرفع نرفع 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 صوت اللعبه حبيبي والله بلوس. اوكي اوكي شباب الان حان وقت الجد، ندخل على التدريب نجرب ابو السكين. يلا ندخل نجرب ابو السكين حبايبي ليتس جو حبيبي والله. يلا يا جميل، اوه فصلت اللعبه ليش معلم؟ يا اخي والله شباب حبايبنا والله مشكله المحاكاه يعني عن جد يعني والله بيخلي الواحد يجي دائما تفصل اللعبه معنا. شايفين عم تشوفوا بعينكم شباب انا عم بصور فصلت اللعبه معي حبيبي والله. يلا نرجع ندخل نشوف ليتس جو. يلا يا اخي متحمس كثير يا اخي ليتس جو. يلا هي رجعنا دخلنا معلم حبيبي والله. ايوه معاد اتصال اوكي 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 يلا يا بوي يا بوي. شباب اعطوا لنا كم الديكور عم بصير ورا وصلت لعبه مره ثانيه وات شيت. اصبروا شباب يا اخي الظاهر دخول انه ما بده يخليني اجرب الايان يا زلمه. شو شباب هذول حبيبي والله يا بوي. شباب شوفوا لي الايان شباب كيف شكله عن جد يعني شيء بلوز اللوز حبيبي والله. اوكي يا ساتر حبيبنا خلينا نشوف فيكم جعلنا هون معلم، خلينا نركز شوي بهذا الاين شوف كيف شكله معلم الصراحه يعني. وطي عندي شوي صوت اللعبه مشان نسمع الاصوات الحلوه. اوكي والله هي عامله لا خليها على حالها. اوكي قول لي طبعا هون الشباب كم طلقه عندنا هون؟ عندنا 22 طلقه شباب بشكل عادي تمام. نضرب على 40 40 شباب 40 تعرفوا شو معناته 40؟ يعني اقوى من الايكي نفسه شباب. الايكي بعد بنعرف شباب بيضرب 33 ولا هيك بس هذا 40 شباب 220 والله باللوز مشي باللوز 40 يضرب شباب. لا والله شباب شيء حبيبي والله. اوكي حبيبي خلينا ندخل نجرب شباب الحلوين. ناخذ سلاح ثاني خلينا ناخذ سلاحين بنفس الوقت حبايبنا. وين هذا وين هذا وين هذا الاين تمام. خلينا ناخذ كل القطع وما قطع ونجرب يعني كل شيء ناخذ كل شيء فول فول شباب فول 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 معلم. ناخذ اوه لك صح شباب في القطعة الهي اوه شباب خلينا ناخذ القطعتين شباب تمام. ومن بعد ناخذنا شيء مثبت ثلاثه تمام خلينا هيك يكون وضع باللوز. اوكي ناخذ هاي كمان اعتقد كل شيء. خلينا ناخذ كمان شي سكوب اربعه كمان يا شباب ليتس جو ليش لا؟ خلينا ناخذ سكوب اربعه شباب عشان نجربه من بعد كمان. اوكي هيك وضعنا باللوز هيك شباب نار 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 وشرار. اوكي لا تدخل على تدريب معلم لنجربه ليتس جو. هات نشوف وين الناس حبيبي والله انت مانو يعني والله شايفه مثابت شباب
116 بالهيد. حاولوا نجيب هيد شباب، نجيب هيد. ابلع هيرشات والله مشي باللوت. تعال هون ابلع يا خلصك. 26 30 خلينا نحاول باربول بعدين. باربول بعدين اشكم كم كم ضربة كم راح يطول الضربة بعدين. ابلع بربرة باللوز حبيبي والله ايزي فريزي. هات اشوف اللي بعده والله هيتش هيتش شتات باللوز معلم صراحة. هذا ماشي مشي. طبعا هذا جاي من حاطط القطعة هاي تمام. يعني راح نجرب بس هيك اول شيء. اي لك لا بعمل ريشارج معلم مش كنت خرب بالوضع معلم شوي طولي بالك. حابين نضرب من بعيد مثلا شباب تمام. صراحة والله شاب شكله شكل نار 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 وشرار حبيبي والله. تعال هون حجي تعال وينك وينو. وو 30 خلينا نجرب نضرب من بعيد. نضرب نجرب من بعيد شباب بعيد لا يا رجل والله جابني هرجة الوسخ خرب بيت ستو شباب. خلينا نطلع شباب نشيل هذا الـ هذا الـ لما بتعرفوا هذا المخزن بيقوي تمام. خلينا نجربه بدون ما بشكل عادي. اوكي خلينا نحط له هذا هذا المخزن العادي تمام تمام. هون كان عندنا هون كم طلقه عندنا؟ صار عندنا 40 طلقه. يعني بدون هذا المخزن الاصفر شباب بتعرفوا المخزن الاصفر هذا السبيشال بيخفف من الطلقه بس. ولكن من اول وضع هات نشوف هذا والله هيد يعني والله بجيب يعني هيد بشي باللوز سوي معنا. هذا هذا راح نبربره. هل نفتح السكوب؟ ابلع ابلع يا جميل علوبي يا اخي. هذا معه ربك يا زلمه دراجون اوف جاي معلم. والله احنا ما في ناس كثير بس هيك نحاول يعني صراحه شي باللوز. يلا تعال عندي رقصة واحدة بشبه هالحساب. ابلع علوبي. اوكي حبايبنا الكرام ما راح نطول عليكم اكثر من هيك. هي جربنا السلاح مثل ما انتم شايفين يا اساطير. الاول وقف الاول شباب هون الاول هذا فيه خلينا نخلص الانيميشن تبعيته معلم. الاول هذا فيه واحد من اثنين متضرر تمام. فيه اثنين متضرر وواحد من السرع يعني فهمتوا علي. فيه دامج ريت اوف فاير بيخفف طلق مثل ما انتم شايفين شباب. حطينا الدرع على المخزن ثلاثه وكان 40 طلقه. بالنسبه للثاني شباب هذا المنتظر اول ما تنزل حاضر يا شباب عندنا بسيرفرنا يا اساطير. رح ندخل نجرب هذا ونشوف اذا في شيء ثاني حابب نجربه شباب نجربه يا اساطير. اوكي اهم شيء شباب شفنا لكم السلاح تمام حبايبنا. سو ليديز اند جنتلمان اعزائنا الكرام هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير. ان شاء الله يعجبكم مقطع حبيبنا. بتمنى كل وصلنا شباب اللي تشاهد المقطع الان الحبيب والله كل شيء تمام. لا تنسونا باللايكات والشيرات وكل الاشياء الحلوه يا اساطيرنا ونشوفكم مقاطع جديده. سلام عليكم.